تم قبل يومين هنا في الرياض في خلال القمة الصينية ما هو إلا جزء من سلسلة بدأت بعد تأسيس وزارة الاستثمار بل قبلها أيام ساقية. في نجاحات في السابق حصلت في شراكات بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي، والمستقبل لشراكات أكبر. في صناديق استثمارية تديرها بعض الشركات العائلية السعودية، ولكن هذه الصناديق الاستثمارية معروفة بحوكمتها، معروفة بحسن الإدارة، معروفة بالقيم العميقة جداً والمعايير اللي تطلبها الآن الإمباكت إنفستينج والإي إس جي إنفستينج. ميزانية صراحة رائعة ومحفزة و رسالة لاستمرار الدولة والشفافية في إعطاء الأرقام. اليوم معالي وزير المالية أكد على أهمية الشفافية وظهور الأرقام للمستثمرين. إجراءات الدفع كانت سابقاً تأخذ 180 يوم، اليوم فخورين جداً بقيادة الأبطال في وزارة المالية وأيضاً المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ما تأخذ إلا 28 يوم من خلال أتمتة كاملة، وهذا اللي يعطينا القيمة والشكل المطلوب. في عام 22 أضفنا أكثر من 60 خدمة إلكترونية. الآن تستطيع أنك تجدد الهوية الرقمية، الهوية الوطنية، تستطيع إصدار جواز إلكتروني، وقريباً إن شاء الله تجديد الجواز. الأرقام اللي نلاحظها حالياً يومياً تقريباً 65 ألف عملية منتهية في تقرير جميل صدر من الاتحاد الدولي للاتصالات يقول لك كل زيادة انتشار 10% في النطاق العريض سواء في الثابت أو المتنقل يوازيها 1% زيادة في الناتج المحلي. لما أتى أكبر تحدي للبشرية، أكبر تحدي كوني لشبكات الاتصالات في العالم الجائحة 2020، كثير من الدول المتقدمة، وسمعنا بدون ما أحدد أسماء، كثير من الدول طلبت من منصات المحتوى أن تقلل جودة البث المحتوى الفيديو في اليوتيوب. بعض الدول تأثرت فيها الخدمات الحكومية، إحنا ولله الحمد كنا جاهزين، وهذا دليل على نضج ووضوح رؤية المملكة 2030 وعربها سمو سيدي ولي العهد، كنا جاهزين فعلا. اليوم نجد انطلاقة كبيرة في التحول الرقمي عند الشركات الناشئة، نجد كذلك عند الشركات الكبرى تحول رقمي كبير، وعلى سبيل المثال التقنية البنكية وغيرها من الأعمال.